ازيكم يا جماعه؟ المكتب ده مكتبي. الموضوع كله ابتدى لما كنا بنجدد بيت عندنا. انا قلت بقى ان اخيرا انا هعمل اوضتي على مزاجي بالطريقه اللي بتريحني. بس يا فرحه ما تمت. ليه؟ لان اهلي قرروا يجيبوا مهندس ديكور. مشكلتي مع مهندس الديكور ابتدت لما قرر ان هو يعمل اوضتي انا على مزاجه هو. انا كل اللي كنت عايزاه ان مكتبي يكون قدام البلكونه عشان يدخل لي نور وهواء طول ما انا بذاكر. على عكسه اللي كان شايف ان مكان المكتب جنب السرير احسن لحاجات ليها علاقه بالكهرباء وفيش وحاجات المهندسين دي. المهم بعد خناقات طويله مع مهندس الديكور المهندس راح يا جماعه يعمل في دماغه. انا بقيت مضطره ان اقعد على المكتب اذاكر وانا مش مركزه. الموضوع ده كان مجنني لدرجه ان انا قعدت على المكتب انا مش عارفه اذاكر عليه ده ولا حتى اركز. دورت ولقيت ان في حاجه روشه جدا هي اللي عامله فيا كده. الحاجه دي اسمها العماره النفسيه. طب يعني ايه العماره النفسيه؟ انت دلوقتي لو فتحت جوجل ودورت عملت سيرش يعني ايه العماره النفسيه هتلاقي التعريف ده طلع لك. العماره النفسيه هي التعاون بين علماء النفس اللي هم مهندسين في مرحله تصميم مبنى لتوفير الاحتياجات الخاصه لتوفير الحاجات النفسيه للمستخدمين. بالعربي بتاعنا يعني انت بتجيب المهندس والاخصائي النفسي وتخليهم يشتغلوا مع بعض عشان يوفروا ليك المكان انت بترتاح فيه نفسيا. ولقيت اربع نقط مهمين جدا. الاربع نقط هما سبب في ان انا مش برتاح في مكتبي. النقطه الاولى واللي هي اللايتنج او الاضاءه. الاضاءه هي ممكن تكون الفاكتور الاقوى بيتحكم في المود بتاعك او نوعها كمان. بمعنى انت لو قاعد في مكان باضاءه طبيعيه انت هتكون مركز وفرحان وحاسس ان انت بتضغط اكتر. على عكس لو بتذاكر في حته ما فيهاش اللايتنج كويس. هي اول اضاءه هي اللمبه. فالاضاءه اللي غير طبيعيه دي وكسبك صداع وقلق وهتخلي اتنشن سبان عندك قصير. عشان تفيزواليز معايا الاضاءه اكتر فانا جبت لكم مكتبين مشابهين على المكاتب دي صح؟ المكاتب دي عندنا في مدرسه. اول مكتب مكتب ايه؟ مكتب بيستي كونسلر. وتاني مكتب مكتب ابيكوليتور هنسميه دلوقتي مكتب بي. المكتبين دول مختلفين جدا عن بعض من ناحيه الاضاءه. فلو جاي بصينا على مكتب ايه هنلاقي ان في شباك صغير اهو ما بيدخلش اضاءه كويسه فبيخلي اللي قاعد او مش مركز او مش مرتاح او مش شايف اي حاجه. على عكس مكتب بي ما شاء الله الاضاءه فيه حلوه مريحه للعين بتساعد على التركيز بتخلي اللي قاعد فرحان هو قاعد بيشتغل او مركز. انا كمان دورت ولقيت ان الطلاب بيذاكروا في اضاءه طبيعيه درجتهم بتزيد اكتر ب 25%. بس على فكره مكتب ايه مش وحش للدرجه دي. احنا جينا نتكلم عن عن الفايبرنس او الالوان الكلام هنا يختلف تماما. فمكتب ايه الالوان فيه فرفوشه وحلوه بتخلي اللي قاعد حابب ان هو يشتغل وحابب ان هو يكون برودكتيف او كمان بتزود الكريتيفيتي عنده. على عكس مكتب بي الالوان فيه حلوه بس هي بحته بتخلي اللي قاعد مش حاسس ان هو برودكتيف وحاسس بروتين او ملل اكتر. الالوان كمان بتحسس ان مساحه الاوضه حلوه لو هي اوسع او اضيق لو هي غامقه. بنت الالوان دي بتقول لك كل لون بيحسسك بايه. احنا هنركز على لونين بس. اول لون اللون الاحمر. اللون الاحمر بيحسسك بالقلق بالتوتر بالحب او الشغف. على عكس اللون الازرق يحسسك بسكن النفس او الراحه او الطمانينه. او عشان كده ما كانتش صدفه خالص ان الوان مسيتنا تكون من الاحمر. الحيطان بيبان حتى الكراسي بالاحمر وده عشان يخلي التلاميذ منتبهين اكتر وهم في الحصه. بس قبل ما ادخل على النقطه الثالثه انا عايزه معاكم كلكم اتفاق. الدوشه وحشه وبتجيب صداع صح؟ يعني مثلا لو انت قاعد في مكان بتذاكر وفجاه لقيت واحد لسه جايب عربيه جديده وفرحان بيها وشغال بيب 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 بكلاكس انت هتكون عايز تنزل وتدغدغ الكلاكس على دماغه. ودي تالت نقطه وهي الباك جراوند نويز او الدوشه. الدوشه اثبتت ان هي بتسبب ليك القلق التوتر والصداع المزمن.
فده اتعملت سنة 2011 على الناس ساكنين جنب المطارات. لو الناس اللي ساكنين جنب المطارات دول لما نفس الطيارات اللي جنبهم زادت ب 10 ديسبل بس، ولو حاجة قليلة جدا، هم ابتدوا ياخدوا أدوية القلق بزيادة 28%. متخيلين؟ رابع نقطة واللي هي الفنتليشن أو التهوية. التهوية الطبيعية أثرت إنها بتسبب ليك راحة، زيادة في التركيز، أو سعادة في العموم. عشان كده كل ما تكون متضايق بنقول لأي حد روح اقعد على البحر. طب ليه بتقعد على البحر لما تكون متضايق؟ عشان التهوية الطبيعية أثرت إنها بتسبب ليك الراحة. أنت لما تكون قاعد على البحر وتشم الهواء بتاع البحر، مستويات الأكسجين عندك بتزيد، وده بيخلي مخك نشيط أو ذكي أو يشتغل أسرع. عارفين بقى مين كانوا معلمين جدا في حتة التهوية دي؟ أكيد الفراعنة. عبقرية الفراعنة في التهوية تبان جدا في معبد إسنا في جنوب الأقصر. المعبد ده معتمد على فتحتين تهوية بس، فتحة الأولى عند باب المقبرة، فتحة الثانية عند باب الأوضة بتاع التابوت أي باب المقبرة. فتحتين دول بيعتمدوا ان هم يعملوا تيار هواء عن طريق فرق الضغط ما بينهم. دلوقتي هنا ده احنا اربع نقط: التهويه، الدوشه، الالوان، والاضاءه. الاربع نقط دول مهمين جدا ولازم يكونوا عندك او في اي مكان تقضي فيه وقت كبير، زي اوضتك، مدرستك، او حتى مكتبك. بس للاسف مع مرور الوقت نقل اهتمام بالعماره النفسيه، وده خلى أماكن كتيرة جداً من جوة من برة هي حلوة قوي، بس من جوة أصحابها بيشوفوها إن هي بسبب ليهم القلق والتوتر وضيق التنفس. وده خلى منظمة الصحة العالمية تدخل مرض جديد اسمه بنجنت الإنس أو مرض المبنى. طب نعمل إيه عشان نحمي نفسنا من المرض ده؟ أو نعمل إيه عشان نوفر نفسنا الأركتكشر اللي يرضينا نفسياً ويخلينا مرتاحين وإحنا فيه؟ مش هقولك ارجع بيت وغير كل ديكور اوضتك عشان دي حاجه مش واقعيه، بس بحاجات بسيطه زي زرعه او انك تفتح شباك الاوضه بتاعك، ده عمدة الطويل بيحسن في حالتك النفسيه او يخليك مرتاح في الاوضه اللي انت عايش فيها. لو جاي بقى نتكلم عن المدى الطويل، فلازم نرجع مفهوم العماره النفسيه تاني. لازم يكون ده كورس اساسي في كل كليه الهندسه، عشان انت لو كل يوم بتصحى من النوم وعارف انت هتروح مكان انت بجد بتحبه وبجد انت فيه حاسس بالراحه والسعاده وبتساعد على التركيز ومهتم بصحتك النفسيه، نتيجتك هتعلى، نتيجتك كلنا كفرد هتعلى. عشان كده انا عايز مكتبي يكون قدام البلكونه. شكرا.